هذا هو العكبر، أو بالإنجليزي بروبوليس، ومعناتها باللاتيني القلعة الحصينة، وكان يستخدمها الفراعنة في تحنيط الجثث، يأخذها النحل من صمغ الأشجار. طبعا يكون فيها نوعين، فيها بودرة ومنها يكون على شكل سائل قطرات. طبعا كان يستخدمها النحل إذا دخل أي حشرة داخل الخلية يتم قتلها، وعلشان ما تلوث الخلية فيقومون بتحنيط الحشرة. أما بالنسبة لطريقة استخدامها يختلف من حاجة الشخص إيش يمكن يحب يستخدمها، لكن كالمعتاد بالنسبة للبودرة 20 جرام من البودرة يخلط مع كيلو عسل. أما بالنسبة للقطرات، القطرات سلمكم الله يختلف من الصغار إلى الكبار. أما طريقة استخدامها ممكن يضع تحت اللسان قطرات، أو يضاف مع الماء، أو يضاف مع العصير. برضو نقول إيش سبب احتياجك لها، لكن بالنسبة للأطفال قطرة واحدة تكفي، أما بالنسبة للكبار ممكن قطرتين أو ثلاث قطرات. هذه معلومات بسيطة جدا عن العكبر أو بروبوليس أو صمغ النحل.